صباح الخير. صباح الخير، صباحتو لاباس، صباح الخير. ما عرفناش الفيديو كي غنديرو نبداو كي غنديرو نسالي. المهم شكل العروسه كي داير، بقيت دابا يلا فقنا دابا تقريبا العشرة، وعندنا الحمام على العشرة وباقا معطله وكنصور من الفوق. باقي هما اللي معطلين يعني، صافي غادي نلبسي جلابيتي وغادي نخرج انت اللي معطله. غادي نمشي، المهم ماشي شي حاجه، المهم زعما بغيت نصور كلشي وصافي. جمعت حويجاتي، جمعت داكشي اللي غادي نحتاج هكا ديال الحمام صافي. ودابا كنتسنى غير صاحبتي واختي يلبسوا باش نمشيو. ايوا صافي، ودابا يلاه فطرنا. غادي نمشيو، غادي نمشي غير الصراحه للصالون اللي ديجا كنصوب فيه، هو اللي غادي نمشي وحده. غادي نصوب حمام ونصاوب طفاري صافي باش نبقى. ونورمالمون كيقول لك خلي زعما حتى النهار ديال الحنه عاد سيري الحمام وهذا، ولكن ما بغيتش ندك راسي لانه الحنه غنبداها بكري. دونك حنا عندنا غدا ان شاء الله الحنه غنبداها بكري، دونك ما بغيتش ندك راسي. قلت اليوم نمشي للحمام باش نرتاح ونصاوب طفاري وتبقى لي غدا الحنه. ايوا صافي، ما عمري لبست شي في حياتي حتى ولات لبست. ايوا صافي، يلاه نمشي نلبس جلاليبتي ونمشي. هنا جيت باش نهضر معكم شي شويه. الوغ هنا كنت صافي مورا ما خرجت من الحمام. ماما نقول لكم واحد الحاجه، جاوني انتقادات في التيك توك على قالوا لي هذا زعما ماشي الشكل ديال العروسه، زعما بحال خاصني ملي نخرج من الحمام نكون دايره المكياج، وملي نكون جايه للحمام نكون دايره مكياج ومصوبه شعري وما نعرف شنو. انا الصراحه مشيت على طبيعتي، وحتى ملي خرجت من الحمام بغيت نكون على طبيعتي، ما بغيتش ندير المكياج. واش ملي كنخرج من الحمام كنكونوا دايرين المكياج واخا عروسه؟ ما الصراحه ما جاتنيش يعني، واخا ما كان انتقاد يقدر يكون 2% مي ما عرفتش. قلت نقولها قولوا نتوما شنو بان لكم، واش نتوما مع هذه القضيه؟ واخا بزاف الناس قالوا بالعكس العروسه خاصها تبقى على طبيعتها في الاول. دونك انا الصراحه كنت باغا نبقى بحال هكا، بغيت نبقى طبيعيه وصافي. المهم علينا هنا مورا ما خرجت من الحمام، كنت باغا نطراسي غير حجباني، ما حتى هما ما طراسيتهمش فينالمون صافي. هنا لقيتهم موجدي ليا ديجا التمر والحليب. دونك هنايا هاد الصالون والحمام هو جا في سلا بالضبط في التابريكت، بالنسبه للبنات ديال سلا نعطيكم النات بالضبط. دونك هو جا في الشانطي الكبير ديال التابريكت، انا ما غنعرفش زعما السميه ديال الشانطي بالضبط اولا السميه ديال الزنقه، مي غادي نقول لكم يعني الشانطي الكبير ديال التابريكت اللي فيه السوق. وهذا كاين تمايا الشوكه، جاي واحد السيد كيبيع البسطيله، حدا واحد السيد كيبيع الوراق ديال البسطيله، وحدا واحد السيد كيبيع داكشي ديال الطواجن وهذا. دونك هذاك السيد هو اللي كاين اصلا تمايا في تابريكت كيبيع الطواجن والقصريات وهذا. راه هذيك الزنقه ني تتبقى هابطين معها نيشان، تفوتوا الزنقه الاولى على يديكم اليمين، الزنقه الثانيه قبل ما كدوروا اصلا راه كتلقاو قدامكم شوكه الحمام اولا الصالون، سميتو صالون لافانا، هو اللي ديجا كنصوب فيه، ديجا كنمشي للحمام ديالهم ديما، ديجا كنصوب طفاري عندهم ديما. وهادشي اللي كاين صراحه، تهليت في راسي داك النهار، تحمحيمه دازت غزاله، رحبوا بيا مساكن في الاول، تصلوا على النبي وهكا داروا لي من بعد التمر والحليب وهذا، زعما كيفرحوا بك. وصراحه من نهار ديال الحمام عاد بديت كنحس براسي عروسه، لانه كاع دوك الايام اللي قبل كانوا الايام غير ديال الججره. وانا كنا ديجا ملي طلعت من الحمام نشفت شعري، ماشي نشفت شعري، صايبت شعري، درت بروشينغ، وهنا نبقاو طلق لي ديك الموسيقى ديال العروسه وداكشي. انا جالسه كنصنصب وكنشطح وكنغني لهم صراحه، احاسيس زوينه وايام زوينه، بروفيتيو منها. اي وحده الله يفرحها، واي وحده قربات لهاد الشيء غنقول لها داك ستريس كله رميه وعيشي هاد الايام بالحلاوه ديالو. هادشي الصراحه اللي درت، واخا كنت من هنا كنمشي كنجري لبلايص اخرين، ما كنت ملي كنجي اللحظه فحال هكا كنعيشها. دونك هنا كنت وريت البنت واحد الموديل ديال الضفار هنا، المهم تسولوني الضفاري هذوك الضفاري شنو كديري لهم، ما كندير لهم حتى شي حاجه الحمد لله من عند الله. مي الا شفتوا في الاول كان واحد جوج ضفار عندي، هذه اختي هنايا كتوريكم حتى هي ضفاره. جوج ضفاره كانوا عندي مهرسين دونك لصقناهم، وشي الاخر كانوا ضفاري.
كنت وريتها واحد الموديل ودرت ليا في الاول ما عجبنيش، ومن بعد بدلنا الموديل درنا شكل اخر. دابا نوريه لكم في الاخر كيفاش جا. بالنسبه لهذا القفطان الجوهره اللي سولوني عليه، دونك هو ماشي جوهره اصلا، انا كنقول قفطان الجوهره، هو قفطان عادي. المهم شوفوا الضفار كيفاش جاوكم، انا عجبوني، جاو سامبل، جاو زوينين. وصافي هنا جيت باش نقاد الضفارات رجليا حتى هما. دونك قلت لكم بالنسبه للقفيطان ما عرفتش صراحه شنو كيقولوا لهاد الثوب، ماما اللي كانت صوباته وانا ما عرفتش شنو كيقولوا لهاد الثوب. وهذا ما جا زوين، جا خفيف وزوين. وديجا صراحه انا قفطان بيض ما تجينيش نبقى لابسه ديما، دونك لبسته غير نهار الحمام وصافي. دونك هنايا جالسه بديت كنصاوب رجيلاتي. هنا كانت مشات معايا اختي وصاحبتي، ومن بعد راكم شفتوا من بعد كان غيدركنا الوقت، لانه الصراحه انا تعطلت بزاف في ضفاري. كان غيدركنا الوقت صافي، مشاو همايا باش يقضيو شي لاخر، كان عندهم يمشيو يشوفوا التكاشط وما نعرفش داكشي. المهم واحد الايام دازت عندنا في الجره، ولكن ايام جميله. دونك انا صافي سالينا، رجع بحالاتي للدار، مشيت نيشان للدار، عاد مشيت نشوف شنو مازال ناقصني. وهذا وهنا بالليل مورا كلشي قضى اللي عنده، هنا جينا باش نقادو داكشي ديال الحنه، خليتهم حتى الليله بليلتهم لانه كنا كانت جاره. دونك هنا كانوا عندنا خديت جوج ديال الشكال، خديت هاد السليلات كنت باغا الصراحه نحط واحد الشكل اخر، مي لانني تعطلت ما كفاناش الوقت، دونك حدانا لقيت غير هاد السليلات صافي وخديتهم، ما خديتش داك الشكل اللي كنت باغا. هاد الغلط ما ديروش ديما، خذوا داكشي قبل، انا لانه كنت جاره وهذا ما كفانيش الوقت. دونك خديت هاد الشبيكات عاديين صراحه زوينين، وهذوك الاخرين اللي وريتكم هنا عمرناهم بالحنه، وهذاك الورد اللي وريتكم هذاك ما غاديش نعمرو، غنديرو غير في الطبق. غادي نصور لكم شنو وصلنا عند لاباج لو اكسس. شوفوا لي، شوف هادو دي بورت كلي تيكونوا بيرسوناليزي هكا، كديروا فيهم هادو هنايا فيهم السميات ديالنا. هادو المهم هادشي كله حتى نقادو عاد غادي نوريه لكم. دابا بغيت نوريكم قبل ما نقادهم هادو ديال لي دراجي، ديجا هاد لاباج مختصه في لي دراجي. شوفوا شحال فنين، ديجا شفتهم في التصاور ولكن الصراحه هكا احسن. شوفوا شحال زوينين، وهذا الكادر الكبير شوفوا شحال غزال. هما كديروا على حساب الثيم اللي عندكم ديجا، يعني الا عندك مثلا الختانه، عندك العقد، عندك الخطوبه. وهذا اخر حاجه هما هادو دي ساشي بحال هكا باش نديرو فيهم داكشي اللي غادي نعطيو هكا الناس، ما جاوش يديو كل حاجه في البيتيه كتخشيهم بحال هكا، يجيو زوينين. وهنا سهلا نهارنا، شاركت معكم هذا الشيء باش يبقى لي الفيديو ديال الحنه نحطو نيشان. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله ديال الحنه، غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف لاباج ديال انستغرام ديال هادو اللي كيصاوبوا هذا الشيء ديال لي دراجي، دخلوا لعندهم. ولاباج انستغرام ديالي اللي مازال ما دخلوش عندي، دخلوا عندي راه تما كنكون ديما. ولاباج ديال الصالون حتى هما. دونك غادي نساليو الفيديو هنايا، وغنقول لكم ديروا لي ابوني وخليو لي جيم وشاركوا الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم، وان شاء الله الفيديو الجاي غيكون ديال النشاط.